بعمان أقام الخطاط العراقي المغترب عادل الهادي معرضة للخط العربي والزغرفة، استعان خلاله بما استلهم من أستاذ هاشم الخطاط اللي منح الإجازة بهذا التخصص، بما يأهله للتفنن بصناعة الخط. حنين الياس كانت هناك ووافتنا بهذا التقرير. الحقيقة كانت يعني اهتماماتي بالخط العربي منذ بواكير طفولتي يعني، واستمريت بالممارسة فن الخط العربي إلى أن حصلت لي الفرصة أن أدرس عند المرحوم الأستاذ هاشم البغدادي قبل ما يسافر إلى ألمانيا بال71، استمريت وياه إلى حين وفاته يعني بال73، واستفدت منه استفادة كبيرة الحقيقة. وفي سنة 1974 أسست مع بعض الإخوان من الخطاطين خاصة المرحوم محمد البداوي، أسست جمعية الخطاطين العراقيين، وقمت أنا بإعداد النظام الداخلي للجمعية، هو صمم شعارها وقدم الطلبات وتأسست الجمعية بال74 بعد وفاة المرحوم هاشم. والله يعني الأستاذ عادل غني عن التعريف، اختص بخط الثلث، معروف بداخل العراق محليا بالوطن العربي بالعالم. أعماله بتدل على الخبرة غير تأسيسه لجمعية الخطاطين العراقيين، يعني إنسان كأمثالنا إحنا فنانين جداد نشوفه كهرم وفنان من الرواد اللي نقتدي فيهم. تلاحظ أعماله ما اجت على صفة واحدة أو شكل واحد، عدة خطوط، عدة أشكال، عدة أحجام وألوان مختلفة تنتقي منها كل الخطوط الجميلة اللي المحبين الخطوط اللي على جدرانهم تكون موجودة، غير أن الأشياء المكتوبة أيضا، الكلمات المكتوبة تغني بزيادة كيفية وضعها على هذه اللوحة بطريقة محترفة وجميلة. استمريت في نشاطاتي بالجمعية بمشاركتي بالمعارض والمنتديات الثقافية والمحاضرات وبالمعارض اللي كانت تقيمها داخل العراق وخارج العراق، فاستفدت استفادة كبيرة من هذه النشاطات، واعكفت على يعني تطوير مقدرتي في الخطوط، خاصة الخطوط المشهورة اللي هي خط الثلث والجلي الثلث والنسخ، وحتى كتبت بعض الكتب بها بخط النسخ. في عندي كتاب عن أدعية رمضان كلفت به وحوالي 350 صفحة وطبع في بيروت موجود، فعندي خطوط كثيرة والحمد لله يعني نشاطي. شاركت في مسابقات دولية عديدة، حالي حال المئات والألوف في إسطنبول. Thank you.
والله في بيض وجه استاذ عادل الهادي ابدع، مو بنوعيه الخط بس، انما توزيع الالوان، اختيار الايات القرانيه والاقوال مال الرسول، بعض الآلية للبيت، وبنفس الوقت الحضور جيد، ويجب ان تعلم يعني هو امكانيته متواضعه، يعني كل هذا الانتاج في شقه متواضعه، لا تقول عده فذاك المرسم الكبير، وكلها جهود شخصيه، والله يوفقه وان شاء الله تونسنا بحضور المعرض ويبيض وجه لكل العراقيين ان شاء الله ان شاء الله.